أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع الملف الأول وحول ما بات يعرف بالعراق حرب التسريبات، حيث نشر الناشط علي فاضل تسجيلا صوتيا قال فيه بأنه لأحد منتسبي لواء أئمة البقيع التابعة لميليشيا الحشد في محافظة ديالى يدعى كريم صالح كريم، وهذا المنتسب يتحدث في هذا التسجيل بأنه وعددا من المنتمين لهذه الميليشيا يقومون باختطاف أشخاص مختلين عقليا ويقومون بإلباسهم أحزمة ناسفة ويقومون بتفجيرهم، كما اعترف المنتسب في لواء أئمة البقيع في محافظة ديالى بقصف هذه الميليشيا لمواقع تابعة للجيش في جبال حمرين عن عمد بذريعة وجود خطر لتنظيم داعش. دعونا نستمع لهذا التسجيل الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق فلنتابع. ومن لواء أئمة البقيع قبل تقريب حوالي 4 أيام أو 5 تركت أئمة البقيع، والسبب جاءنا أمر أنه نروح نعالج على جبال حمرين. انطلقنا هناك، جاءنا موقع إحداثيات لازم تنضرب هاي الإحداثيات، وإحدى الإحداثيات هي نقطة تابعة للجيش. أنا جيت ناديت على حجي سعد شخصيا بالجهاز، ناديت عليه قلت له حجي أنه هذا نقطة تابعة للجيش، قال الظروفها ما لك علاقة لا تدخلون بهاي المعلومات. المهم أنا عصيت الأوامر. قبل حوالي 4 أيام هي هاي النقطة مال الجيش اللي ضربت، هم لواء أئمة البقيع اللي ضربها. أنا مش شلون يثبتون حال، أنا مو يثبتون نقاط وياهم، أنا مو يقولون الجيش غير قادر وأن فلول داعش موجودة وهذا الحكي الخريطي. اليوم 10 من محرم الانتحار اللي فجر نفسه، سألت قصة الانتحار اللي فجر نفسه، هذا الانتحار نفسيته أنه لقيناه جو جسر الهارونية اللي موجود بديالة اللي موجود بالمقدادية. جسر الهارونية منطقة الهارونية، هذا الشخص يبيع بنزين عنده لحية، يعني شخص شوية مختل عقليا. كبوا أخذوا لبسوا ملابس، واللي أنا أخذته بإيدي لبسناه ملابس دبيناه ورا السيطرة مال الإمام ميسب مال مياح اللي هي مال تقفيص سجايك بيها بالحكي اللي مال الإمام ميسب دبيناه هناك بإيده سلاح. بعد هو شال نايم، طيناه حبوب منومة، قعد يعني طينا حبوب منومة الصبح وتلقائيا، يعني الحبوب المنومة عندنا شخص يفتهم بها يبلع، يعني مثل ما تقول خبرة، قال هذا راح يقعد وجه المغرب. يعني وين ما قعد وجه المغرب بين بعد هو انه عنده شخص موجود قاعد يمشي بالليل، فصار علي اطلاق نار كثيف على اساس انه شخص من داعش فجروه. يعني احنا لبسنا الحزام، هم سووا الحزام. خبير المتفجرات بلواء أئمة البقيع هو شخص اسمه يوسف أبو علي، يعني المرافق الشخصي لسعد قيس التميمي. أفاد هذا المنتسب عن حالات ابتزاز لبعض النواب وللمواطنين، ويذكر بأنه في سيطرة المياح في محافظة ديالى يتم فرض إتاوات على كافة السيارات، حيث تصل المبالغ إلى أكثر من 80 مليون دينار عراقي في اليوم الواحد. دعونا نتابع بقية هذا التسجيل المسرب. أكو نائب يجي يدخل اللواء عنده مشكلة وياهم، يعني ما مبتزينه، آخرهم أكو نائبة ظلت تدافع عليهم وطتهم فلوس وما أعرف شنو، ترى هاي النائبة مغرر بيها، ومخطوف أخوها موجود باللواء وجبروها سوى هذا الشيء، جبروها أنه سوى هذا الشيء، وهاي النائبة دفعت 50، يعني الفلوس اللي طلبوها من أنت دفعت للواء 50,000 50,000 لكل مقاتل. يعني انت عقلها استاذ علي انه وين اكو واحد يدفع ل 3000 شخص 50,000، يعني 3000 شخص على 50,000 احسب المبلغ ايش قد راح يصير. يعني هاي مليارديره هي نائبه وعلى حزب من الاحزاب اللي كانت موجوده. عندك القضيه الثالثه، موجودين 3 اشخاص مختلين عقليا جبناهم من بغداد لحد تاجلت العمليه مالتهم على مود لان واحد من عندهم ما عنده لحيه كبيره على مود يصير شكله شكل داعش، على مود شنو، على مود يصير شكله شكل داعش ويدخلونهم على قطاعاتهم ويفجرونهم، وعلى اساس ان داعش هجم عليهم. يعني هذول 3 اشخاص موجودين بالعمليات داخل مقر اللواء، داخل مقر عمليات دياله، هي سيطره مياح
تمركز الفوج الاول والفوج الثاني اللي هو مثل بقيه. هاي السيطره موجوده بعلم سيد طالب اللي هو قائد محور عمليات دياله، وبعلم قائد عمليات دياله، وبعلم قائد الفرقه الاولى، وبعلم الامن الوطني، وبعلم كل الاجهزه الامنيه لدياله يعني الموجوده بدياله. هاي السيطرة. السيارة الصغيرة تعتبر من 25,000، السيارة الحمل الصغيرة 50,000، البراد 75، التريلا 75 ياخذون منها. هاي يوم يعني كل عبرة كل سيارة تعبر، يعني شلت باليوم الواحد انقل ما يقارب 70 مليون الى 80 مليون، ومرات يعبر هذا المبلغ يعبر. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا التسريب على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من قال حول هذا التسريب. علي يقول: ما متفاجئ من معرفة بأنه الحشد الإيراني كما أسماه يقتلون العراقيين، الجيش يقول نفسهم قارتهم كانوا يقتلون أو يقاتلون مع إيران ضد العراق والجيش العراقي، ويقتلون ويعذبون الأسرى في حرب القادسية الثانية، وجرائم الحشد في الموصل وصلاح الدين والأنبار لا يمكن نسيانها. علي أياد يقول: لا العاقل ولا المجنون خلص من هاي الميليشيات الإرهابية، يعني هيش استغلال واسترخاص لحياة الإنسان من أجل تحقيق مصالحهم الدنيئة القذرة، ولكم الشياطين ما يسوون سوايتكم شنو أنتو، بس أريد أعرف. عبد الرزاق يقول: حتى الشعب والعالم يعرف منو يضرب الجيش ومنو يزرع عبوات ناسفة، والفياض مغلس وفائق زيادان مغلس وحتى الكاظم مغلس. يقول: الله أكبر يا شعب يا عالم، الله أكبر، حتى الأمم المتحدة تتعاون مع الفصائل الإجرامية. علي عبد الله يقول: غيظ من فيض، جرائم الميليشيات في دياله لم يسبق لها مثيل، الذي لم يتحدث عنه هذا المجرم يقول بأنهم كانوا يعتقلون الشباب من أهل السنة ثم يلبسونهم أحزمة ناسفة ويقتلونهم. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. مرحبا بك معنا أبو عمر. هذا التسجيل بحسب الناشط علي فاضل قال بأنه لأحد منتسبي ميليشيا أئمة البقيع في محافظة ديالة، ويتحدث هذا المنتسب بأنه يعني عن أمور تحدث هناك في ديالة، منها اختطاف مختلين عقليا وإلباسهم أحزمة ناسفة للترويج بأن داعش ما زال متواجد هناك، وكذلك قصف لمواقع الجيش في جبال حمرين. يعني هو تسجيل تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي. ما رأيك بهذا الموضوع؟ طبعا وتحدث كذلك عن حالات ابتزاز لمواطنين ولنواب كذلك في البرلمان. مرحبا بك. حياك الله استاذ عمر. اهلا وسهلا قناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام. يا اهلا بك استاذ عمر. احنا نعرف انه منظمة بدر والحشد الطائفي اللي موجود بدياله يعني قبل سنين انه باقي تواجده في قرى ديالة وكافة المناطق اللي ساكنيها الناس اللي موجودة عندنا بديالة، يعني بكل مكان بكل متر بكل شبر، انه هو كل موقع بي من ابناء الحشد ومنظمة بدر الارهابية. فما ممكن انه كل هاي الفترة اللي من تخلق الامور الاعلامية الاعلام مالتهم من ياخذون الناس يعني عقولهم يعني مو زين او بصحة غير جيدة انه يسوون اعلانهم بانه داعش موجود وداعش انه باقي في المناطق. طيب اذا كان موجود داعش في مناطق دياله او في مناطقنا الباقيه كل المناطق اللي قالوا بها انه داعش موجود، فاذا كان موجود داعش يعني مو شخص واحد، لازم يكون عندهم اليات، يكون عندهم اسلحه، يكون عندهم قوه، يكون عندهم يعني شكل بانه نقدر نقول موجودين دواعش، نقدر نقول ناس ارهابيين. فانه هذا الشخص من ياخذوه يعتقلوه ويخلون حزام ناسف، هذه ما يمشي على العراقيين، هذه اعلانات كاذبه، هذه يحاولون يعطوه انه داعش موجود، فهذه كلها اعلامات زيفه للشعب العراقي، لان من ساكنها وبقدره انه هو الحشد الطائفي ومنظمه بدر الارهابيه اللي مساكنه ومحتله كل المناطق في دياله وهجرت ابناء دياله وخلت
الشعوب واخذت اراضيهم قطعه المياه عنهم. هذه الامور اللي لازم انه يتحاسب عليها الحشد وتتحاسب عليها الحكومه. نعم. الشعب ما قادرين ان يشوف وضعهم تعبان، يعني نبدا ما كلهم ان يعيشون عده، فكيف يخلون الناس كل استاذ عمر كلها على أنا أشكرك أبو عمر من بغداد وأعتذر منك لأن الصوت يقطع. معنا أبو علي من واسط. أبو علي، تسجيل يقال بأنه يتحدث فيه أحد منتسبي لواء أمة البقيع التابعة لميليشيا الحشد في محافظة ديالى ويدعى كريم صالح كريم، تحدث عن أمور يعني اختطاف مجانين، إلباسهم أحزمة ناسفة، قصف مواقع للجيش، ابتزاز لنواب في البرلمان. ما رأيك بهذا التسجيل؟ أستاذ عمر أهلا وسهلا، حياك الله، مساء النور، أهلا وسهلا. سيد الكريم، يعني أنا طبعا يعني على مسؤولية الناشر، نعم، لكن نعم. هذه الأمور إحنا كشعب عراقي إحنا كنا ندري هذه الأمور كلها حقيقية وصحيحة، لكن بعض الأحيان من نقولها يقول لك من اللي يقول؟ هو طبعا انت شلون تعرف انه هو المستفاد؟ تعرف انه مستفاد لان بالاساس هو هذه كلها تعود عليه بالنفع، بيهومة الحشد اليوم. يعني كيف يبرر لي انه يصرف طلقاته وغيرها بينما في الجيش العراقي اساسا يعني الضابط يقول للجندي العراقي يقول للطلق يعني اسلمك 15 طلقه وبتنزل مجاز ترجع لي 15 طلقه واذا ما رجعت الطلقه بالطلقه واحده ب 10,000 دينار. نعم. زين، الحشد يصرف ببلاش اكيد. هذا هم اساسا هم اللي اسس الحشد الميليشيات وغيرها، هو اساسا هذا يريد الفائده الماليه. اما انه كذلك ديمومه يعني ما يسمى بضحوك داعش هي اساسا ديمومتهم هم، يعني يقول لك اذا انتهى داعش بعد الحشد ما الى مكان في بالعراق. لذلك هم مالت التجنيد وغيرها، وبعض مرات حتى بعض الاحيان من هؤلاء الاشخاص اللي هم اساسا اللي ممسوكين من غير داعي بس اسم والله تشابه اسماء. نعم. وياخذون منهم فلوس وغيرها، اساسا هو يجيبهم يلبسهم احزمه ناسفه لو يوديهم على مكان، ومثل ما قال هو احنا نربي لهم ونخليهم لما يربي لحيه لهم حتى يصير مثل داعش وبالاخير يفجرونا. هذا كل شيء احنا استاذ عمر هذا شيء اكيد 100%، وحنا ندري بهذا يصير بالعراق الان، وندري انه السرقه وغيرها كلها باسم ما يسمى بالحشد. ليش؟ والله انه يدافع عن العراق، مع ان اساسا العراق بالاساس منهوب ومستباح من قبل الحشد، ولا الحمله الاخيره مالت الحشد هذه اللي بالزياره الاربعينيه شنو داعيها؟ لعد المخابرات وين؟ الاستخبارات وين؟ ادري الحشد يعني بوحد لا يشتغل، الحشد غير هو مثل ما يقولون يحمي العراق، ايش دخله بالامن الداخلي الحشد؟ زين الاستخبارات مالت الدوله وينها؟ انت يا قائد عام القوات المسلحه وكنت بالمخابرات وما خليت احد مكانك يصير. نعم. غير يطلع يبرر او ياكد قدومه الحشد اليوم. فلذلك احنا اليوم اخي العراق مستباح. ليش؟ يعني اللي متسلط على العراق ناس ولاهم مو للعراق، حتى لو يحملون الجنسيه العراقيه ولاهم مو من العراق، اساسا اموال العراق جاي تمدد برا. من تقول من تحكي يقول لك انت ما تحب الحسين، بس تقول لهم يا هذا خطا ترى، يقول لك انت ما تحب الحسين. لا يا اخي انا احب الحسين بس لذلك احب العراق. انت مو يعني بكذوبتك هو كذوبته هو بحب الحسين تستباح العراق. يعني احنا 3 ملايين اللي يقول على الاقل 3 ملايين تصريح حكومي اللي طبوا، منو ما يقول بيهم؟ من القاعده، من داعش، من افغانستان ما نعرفه منو ما منو. زين انت ما تحافظ على العماله العراقيه، ما تحافظ على المستوى التعليم، العالم عايش بازمه غذائيه، ازمه غذائيه واحنا اساسا منهوبين. هذه موازنه بلد انصرفت على الاقل يعني فيزا، على الاقل تعرف منو جاي منو ما جاي. فلذلك استاذ عمر احنا يعني مباحين هذا التصريح، هذا يعني قطره من فيض من الفساد الموجود بمنشات العراق كافه. يعني اشكرك. واني اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. معنا موسى من الموصل، تفضل موسى. موسى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بيك. شلون؟ تفضل يا أهلا بيك.
هذا تكلمت عن حشد مو؟ لا انا عرضت تسجيل قيل بانه لاحد المنتسبين بالحشد يتحدث عن امور في دياله، سمعت التسجيل لو ما سمعته؟ هذا كله اكاذيب ضد لا. الحشد، حشد نحن عندنا بالموصل عندنا حشد داخلي. حشد داخلي. نعم. والله مأمنين المنطقة، يعني بالداخل داخل انا اقول لك مأمنين المنطقة، قائد سيد خضر المطروحي. والله جاي يخدم نفر نفر بالموصل، جاي يتعامل وياهم، على بالك مو هو قائد، على بالك جندي، مو جندي مواطن عادي. هذا في الموصل. موصل. هذا يتحدث ما يحدث في دياله. انت هو احكي لك بصوره عامه عن دياله، يعني معقول انت هذا جماعه السعوديه اذا هسه يعني شنو علاقه السعوديه؟ علي فاضل صحفي ناشط، هذا يعني بس اسمح لي بس على كيفك، ممكن تهدى ممكن تهدى بس على كيفك على كيفك، هسه احنا بدنا نتحاور انا والله على كيفك، على كيفك. بس انت ما تخليني اتكلم، والله خليك اتكلم بس على كيفك. طلع هذا يقول، هو يقول اني في ميليشيا ائمه البقيع، ويقول احنا نلزم مخابيل ونفجرهم بحجه وجود داعش، هو يقول مو احنا نقول، تمام؟ انت شو تقول؟ هذا صحيح لو مو صحيح؟ تفضل. لا صحيح مو صحيح، حاشد نعم. معقول اللي ينطر دماغ شو اللي الاف راف الشهداء، انا ما اتكلم، انا مو ايش عندي ويا حشد، بس اللي ينطر الاف شهداء تروح على كربلاء تلقى صورهم لي ما توصل باب الامام، وكل مكان صورهم، تعال على الموصل كله شهداء حشد، يعني معقول اللي ينطر الاف الشهداء من جنوب جنوب ايش عنده يجي يتحرر الموصل؟ ايش عنده؟ هذا الحشد المقدس نحن لازم نعرف قيمته، شلون ورده يطلع من حديقه؟ ليش ما مثل ورده؟ زين اسالك سؤال، موسى موسى ما ما استشهدوا من الجيش ومن جهاز مكافحه الارهاب لو بس من الحشد؟ صوتك قطع. لا تسمعني اقول لك، ما استشهد احد من الجيش. هسه تسمعني؟ مو هسه تقول والله ما اسمعك. ايه اسمعك اسمعك زين، الجيش ما مات منه احد بالمعارك؟ جهاز مكافحه الارهاب ما مات منه احد؟ بلا ماتوا كل العراقيين، يعني ماكو تمام بحشد وشو، تمام هذا ترى اللي بالحشد اخوه بالجيش، اللي بالمكافحه اخوه يعني بالحشد. اذا مات احد من فصيل او جيش او ميليشيا سميها ما شئت، يعني ماكو ناس تستغل اسم هذه المؤسسه؟ ماكو ضباط كبار بالجيش وبالحشد وغيرهم متهمين بفساد؟ من سلم الموصل بحسب اللجنه البرلمانيه المشكله؟ من سلمها؟ وسام النجيب يسلم، وسام النجيب يسلم، ومنو القائد العام للقوات المسلحه في ذلك الوقت؟ ادري قائد عام للقوات المسلحه، من اللي سحب الجيش؟ من اللي سحب الجيش؟ من اللي سحب الجيش؟ من له الحق التسلسل العسكري بسحب الجيش في ذلك الوقت؟ اخويا هسه موصل كان بطائفي، تعرف موصل كان بطائفي شيعي، يروح على الموصل يذبحوه، نحن بسنة ناس نروح على الموصل والله ما نرجع الى ما ليش؟ يعني اهل الموصل احكي لك بصورة عامة كل موسى اني موسى قبل كان اكو طائفي، اقول لك قبل كان اكو طائفي بي ايه كان اللي يروح على الموصل كان يذبح. زين اذا اكو طائفي اسمعني غير وسام اللي يجي فيه غيره منه؟ موسى انت ليش تخالف الحقائق؟ كان اكو 80,000 فرد بين جيش وشرطه وقوات مسلحه هناك، ذولا ما قدروا يحمون هاي الناس قبل داعش؟ لا والله ما قدروا. هاي طلع بعد علي، بعد علي ليش يستلمون الرواتب؟ نعم بالشارع عادي ليش يستلمون؟ والله موسى من الموصل كان معنا. اتصال اخر، ابو محمد من السعوديه، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عمر؟ أهلا بك، حياك الله. أنا أقول إن شاء الله إذا تحرر العراق سنضم العراق لمجلس التعاون الخليجي. أخطأ مجلس التعاون قديما ما ضم العراق لمجلس التعاون. العراق على فيه وقت الحج حجاج كويتيين إيرانيين دخلوا متفجرات
لمكة وفجروا بحجاج وقتلوا 2000 حاج. قديما هجموا على الحجاج وقتلوا 7000 حاج ودفنوهم في بئر زمزم. العراق أصبح مستعمرة إيرانية لم يعترف بثوار تشرين. إن العراق لهم سفراء في جميع دول العالم. نعم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلونا نذهب إلى موضوع آخر، حيث كشفت وفاة الشيخ زعيم عشيرة في محافظة القادسية تحت التعذيب عن الوسائل الوحشية التي ينتهجها عناصر الميليشيات مع كل من يعارض سطوتها. تحولت وفاة الشيخ إقبال دوحان إلى فضيحة سياسية وشعبية جديدة تهز ميليشيات اللادولة وضعف حكومة مصطفى الكاظمي في الحد من سطوة تلك الميليشيات. الناشط حسام القرعاوي يبين حقائق حول اعتقال الشيخ إقبال دوحان المرمضي شيخ عام عشائر مرمض في الديوانية من قبل أمن ميليشيا الحشد. دعونا نتابع هذا المقطع. تصرفهم بعد ما عذبوه وبعد ما ساعد حتى الصحية وبعد ما نقل المستشفى الكاف. تصرفهم. ألو السلام عليكم، انت أبوك فلان؟ ايه باكر تجون للعلاوي. اسمع يا رئيس الوزراء، اسمعوا يا تبدون حكومة شيعية ماك ولي يا علي. أبوك موجود عندنا وباكر تجري العلاوي. صار راحت الناس للعلاوي، اسمعوا طريقتي شلون تم تسليمه. راحوا للعلاوي، قاعدين بالعلاوي ينتظرون الرحمة، ينتظرون الفرج، ينتظرون شو وقت الحشد يتصلون بيهم. ساعة تحتين اتصل بيهم قال له تعال شارع العطيفية طريق المطار، كم شخص انتو؟ نوع سيارتكم الجايين بيها؟ ايش كم واحد انتو؟ اجوا وصلوا، انتظر طف السيارة دير وجهك، هسه جايينك ربع ساعة ونجيك راح نطببكم. هاي الدولين متوفي قبل لا يتوفى بعد التعذيب بعد ما ساعد حالته جاي يحكي لكم كيفية تسليمه. إذا هذا آخرا اتصل بي قال له راح تجي بيكم تسلمكم إياه. يا باش وين بيكم؟ قال له من تشوف بيكم حوثية تمشي وراها بشارع المطار. الأهل جاي يحكون ويا أهله. جت السيارة خففت ومشت قدامهم طلعوا ورا السيارة. اطلع 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 طببوهم من مستشفى الكرخ. مستشفى الكرخ دخلوا ثلاثة هم وابن الرابع. قالوا بس ابنه يدخل. دخل ابنية لقاب بدلة صفرة والكدمات على جسمه وبين الحياة والموت معذب. شيخ عشيرة عندنا راح من جامل على مود والله نحصل عافية من عندكم. نحن منتظرين مناصب من عندكم. قعد ابنه نزعوا البدلة فتحوا الكلاتشات دخلوا الناس تعالوا سووا كفالة على البنج مال السيارة الكفالة يا رئيس الوزراء. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول ما قاله هذا الشاهد. دعونا نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك. كانت تعليقات كثيرة حول ما تحدث به هذا الناشط. حسين هاشم يقول بعدكم كل شيء ما شايفين. يقول والله القادم أسوأ. طالب سعد يقول هذا الحشد صار مثل الحرس الثوري، كلها إنهم يعني ماكو وجود للأجهزة الأمنية الباقية، يعتقل ويطلق سراح المعتقلين براحته، أوامر القبض بحق الشعب من صدر لهم. يقول علي الفتلاوي هذا إجرام بحق الإنسانية، والمفروض على شيخ عشيرة يستنكر هذا الفعل الإجرامي بحق هذا الشيخ. الحقوقي علي خالد يقول لا نعرف كيف تدار أمور البلد، هل بهذه الطريقة والأساليب يبنى الوطن؟ يقول لا أعتقد بأن سفينتنا سوف تصل إلى بر الأمان. معنا اتصال كرار من الناصرية. مرحبا بك معنا كرار، يعني استمعت إلى ما قاله
أحد النشطاء حول عملية إطلاق سراح الشيخ الراحل إقبال دوحان وكيف تعرض إلى التعذيب، وبعد ذلك بيومين يعني توفى إلى رحمة الله. ماذا تقول؟ نعم أستاذ، أولا تحية لك والكادر قناة الرافدين الفضائية وكل الجمهور اللي جاي يشاهدني. حياك الله. طبعا هي هاي مو شيء جديد يعني على الجهة اللي خطفت، يعني كل زين نعرف من هو الطرف الثالث بالأخص اللي قمع التظاهرات مالات تشرين واللي كان يختار المتظاهرين والناشطين واللي طارد الناشطين واللي هو الشهداء اللي راحوا والإعلامي أحمد الصمد والكتورة ريهام وفهم الطائي وإيهاب الوزني، كل زين نعرف من هم ويا جهة وشنو هم. هاي مو شغلات جديدة، أي شيء يواجه هذول الجماعات المسلحة اليوم راح تتم عملية اعتقاله أو تتم مثل ما تقول مداهمة منزله أو يختطف أو يتعذب، هذا الشيء متوقعين إحنا لأن إحنا في بلد ليس فيه قانون أصلاً. نعم. لو كان هناك قانون يردح هذه الجماعات المسلحة لما وصل العراق إلى هذه المأساة اللي عليها الآن، اللي نشوف اليوم أي ناشط أو أي متظاهر أو أي مواطن بالأخص من يطالب حقه أو من يطالب حياة كريمة. نعم. تشرين كل إحنا طلعنا وشفنا، إحنا شباب محتجين، شفنا القمع اللي واجهنا وشفنا الاغتيالات وشفنا كثير من زملائنا الناشطين لا زالوا خارج الديار وخارج المحافظات وخارج القطر أصلا، وكثير منهم ماتوا رحمة الله عليهم. ولا يعني ما نتسف اليوم نقول إحنا فلان وعلا، هذا جماعات مسلحة خارج على القانون تخرج اليوم وتقتل أي شخص اليوم يطالب بحقه أو يعارض هذه الحكومة، وإنما عندهم فتوى أو مثل ما تقول عندهم فتشي مثل اليوم من يغتالون هذا الشخص أو هذا الناشط اللي يطالب حقه أو يعارض هذه الحكومة. إذا هو عليه تهمة ليش يتم الإفراج عنه؟ إذا هو عليه تهمة ليش يتم الإفراج عنه؟ مثل ما قلت لك سيد الفاضل اليوم ماكو اي قانون وماكو اي دولة، يعني اذا هو كان عليهم المفروض العدل مذكرة قبض عليه بالقانون مذكرة قضائية نعم مذكرة تصدر عليه القاء قبض، قد ما تصدر مذكرة القاء قبض يدونون اقواله، من تدون اقواله يصعد الى محكمة، وفيك الساعة لما تصعد الى محكمة راح يسوون راح يتخذ بحق اجراء القاضي مثل يا شنو تهمتي او شنو اللي تسوي. احنا جاي نشوف، احنا جاي نطلع، احنا انا كناشط اليوم ومتظاهر كمواطن عراقي اليوم من عرفة الحكومة قبل راح يسجلون علي نفس الاساليب انه بعثي من السفارات من تنظيم داعش واي احنا ما شفنا اي يعني شفنا الشيء جديد اللي طلعوه اليوم، احنا نفس اللي كانوا يقولوا عليه دولة بعثية دولة مدش، احنا اطفال يعني احنا مثل ما تقول كل مواليدنا 2000 يعني ما تتجاوز 2000، احنا اصلا لا ملحقين على نظام البعث ولا ملحقين على صدام حسين ولا نعرف شنو هو حزب البعث اصلا، بس هذه حكومه تريد حجه قتلني القتل المتظاهرين او اي شاب يطلع اليوم يطالب حقه، هذا بعثي او هذا مثل ما قلت انت هسه قلت هو اذا علي تهمه وعلي القاء قبض شلون تم الافراج عنه؟ يعني ما صار اي محاكمه او اي مثل ما تقول اثار مثل ما تقول محكمه من قبل اشخاص مختصين وقضاة ومحامين غير يعني يمشون على اطار القانون غير هذا القانون اللي نعرفه احنا اللي معمول به، كل ذاك ما شفناه، يعني شفنا شخص عذبوه مجرد ما تحت التعذيب مات من جهه مسلحه ومعروفه من هي الجهه المسلحه، بس للاسف يعني الشعب العراقي وين يطول شلون يعني احنا كثير ناشدنا ورفعنا لافتات في ثوره تشرين الامم المتحده بس لا حياة لمن تنادي، يعني جاي نشوف احنا اليوم دم العراق يعني تشرين 800 شهيد والمعاقين 3000، هل اليوم تمت محاكمة القتلة؟ هل اليوم تمت إجراءات هذولي اللي قتلوا الناشطين؟ ماكو كذلك، هم هاي الجهة معروفة اللي قتلت جهة معروفة، هي جهة متحكمة في القرار وفي الدولة وفي السلطة ومجاميع مسلحة خارج عن القانون، أي شيء يخرج عن يعني مثل أنت عارفهم راح يقتلونك ويطمعونك بأبشع الوسائل، يعني هم اللي سووا هم يجوز اهتمام صدام حسين يجوز تتوافقنا الرأي يجوز ما ملحق على حزب البعث ولا ملحق على النظام ما صدام حسين اللي سووا هم يمكن نظام صدام ما صار يجوز اهتمام نظام صدام حسين تشكل محكمة ويحاكمون الشخص وفيك الساعة يطلع الشخص مدين ويتخذون الإجراءات بحقه،
اصلا هذا الشخص ما معروض للمحكمه ولا مثل ما تقول امام محكمه وقضاة ومحامين اشرفوا على القضيه مالته. يعني شنو مصيره؟ يعني هاي الحالات بصوره عامه في جاي نشوفها جاي كثير اشخاص اي تحت التعذيب ويمارس يعني صلاحيات غير صلاحيات اللي جاي نشوفها. يعني هذا الشيء يعني ما ينسكت عنه. يعني المواطن العراقي الى متى يضل؟ يعني شنو اللي تهمته هو اهل يعني حزب البعث؟ ليش انتم اللي حكومتكم اللي هي حكومه ايرانيه بسوريا مو بشار الاسد وحزب البعث مو انتم جاي تدعمون سوريا ونظام سوريا اللي هي حكومه اللي ايران تمام لو تمام؟ ليش اليوم المواطن من يطلع على حقوقه تسجل عليه تقول عنه هذا بعثي وهذا جوكري وهذا ابن السفاره؟ ليش انتم مو نفسكم جابتكم امريكان مو اتيتوا على مثل الدبابه الامريكيه ورحتوا من الدور الايرانيه مو انتم نفسيتكم؟ ليش تتهمون اليوم الناشطين وتتهمون اليوم الاشخاص اللي طالب حقه ويطالب حياه كريمه؟ البلد بعد ما يتحمل. يعني احنا شفنا ما شفناه عانينا ما عانينا. يعني لا تعليم لا صحه لا ها. يعني هذا الشيء غير مقبول. يعني المواطن العراقي مني طالب حقه ومني قلت لكم يا هذا الشيء اللي جاي تسوونه غلط. أشكرك كرار وصلت فكرتك كرار من الناصرية. كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. في كل عام تتجدد مظاهر الفوضى في تنظيم المناسبات والتي تعاني من سوء التخطيط الحكومي في إدارتها وغياب الخطط اللوجستية لاستيعاب الأعداد الهائلة للزائرين المتجهين إلى محافظة كربلاء والخارجين منها. أحد الناشطين العراقيين ينتقد الفوضى في الطرقات وغياب التنظيم، كما يؤكد بأن على الجهات الحكومية ومنذ عام 2003 لم تقوم بما يخدم المواطن العراقي والزائر من خارج العراق من طرقات أو صناعة أو زراعة، والبلد في كل عام من سيء إلى أسوأ كما يقول. دعونا نتابع ما قاله هذا الشاب العراقي. إلى الآن وشوفون هذا الازدحام الموجود، لا قدرت تسوون شوارع رئيسية وحولية من البصرة للنجف كربلاء، لا قدرت تسوون قطارات ولا قدرت تنفذون قطر حتى رابط. حتى لو هذا الطريق صار لكم نجف كربلاء حاليا نحميها بالطريق العودة، ما قدرت تسوون طريق، شلون راح تبنون دولة؟ اي دعرب بيش نجحتي؟ لا زراعة لا صناعة لا تجارة لا مدارس لا تربية لا صحة لا خدمات. وهاي شوف الزوار الراجعين باعلهم بتريلات. هاي وزير النقي حكومة شيعية طبعا، انا اقول لك اياها يزعل ولا ما يزعل. تفضل هاي الزوار، لا سويتوا قطارات من 2003 الى الان، وامس القطار طلع بالرمايه الشماليه طلع نزل على الترابي، وين كنت حكي 10 ساعات وكل تراب والعبانه بتروح. تفضل هاي السياره هاي الزوار. على العراقيون مع ما قاله هذا المواطن، ومنهم من علق وقال على هذا الفيديو. دعونا نقرا بعض التعليقات. محمد جاسم النهار يقول هواي شغلات سووها منها الطائفية ورفع الدولار وسرقة الشعب وتفليش المصانع وقطع المياه وإفشال الزراعة وتدمير التعليم والاقتصاد. أما صباح قال التمار قال أول خدمة هي الطائفية حتى عدد سكان العراق ما يزداد، ثاني خدمة هي المخدرات حتى الشاب العراقي دائما يكون ما يفكر في المستقبل، ثالث شيء هو تجويع الشعب حتى ما يفكرون بالخدمات والبنى التحتية
ويقول الكثير بعد، بس هذني الأساس. أحمد أبو يوسف هو الآخر علق وقال حائرين بينا، حائرين بوقهم وبفسادهم. لا تتصور شخص يحكم ويرتب وضع العراق وهو كان يخدم دول الجوار. أبو علي هداب الخفاجي، كل تنظيم لا يوجد في هذه الزيارة فوضى. يقول الدول تعمل تنظيم وتستفاد من دخول الزائر من الحدود حتى خروجه، وتوفر جميع وسائل الراحة من النقل كافة وخدمات ومسيطر عليها، إلا في العراق فوضى كل من قرارات الوحدة في هذا البلد. نعم، نبقى مع ملف الخدمات وكذلك التجاوز على المناطق الأثرية. تعاني المناطق الأثرية في العراق من إلى حملات ممنهجة من الأحزاب لتغيير واقع المدن، حيث عبر ناشطون عن سخطهم من تسليم الموقع الأثري تل الذهب في مدينة الكوفة بالنجف إلى مستثمر بعد حصوله على موافقة من دائرة الاستثمار ليقام عليها مجمع سكني أفقي، على الرغم من عدم وجود الموافقات القانونية التي تسمح بذلك. الناشط النجفي أبو زين العابدين يتحدث عن هذا الموضوع، دعونا نتابع إلى هذا المقطع. منا بالمئة دونم ومنا أكثر من 100 دونم، بالمئتين دونم. طبعاً هاي الأوراق من 2019 إحنا طلعنا بهذا الموضوع. أستاذ حسن محامي وكل الأخوان المحامين وقفوا بجانبنا بهذاك الموضوع من 2019. لا المحافظ موافق، لا المجلس الاستشاري السابق موافق، لا مجلس المحافظة موافق، لا الآثار، لا البلدية، يعني الدوائر المهمة. فقط هذا المستثمر أخذ من دائرة الاستثمار موافقة يريد يبني مجمع سكني بشرفتهم. مدينة استثمارية شلون؟ مجمع استثمار شلون على آثار؟ هاي يصرحوا لها مدينة الذهب. 4000 مواطن من أبناء قضاء الكوفة وقع يريدوها منطقة خضراء تبقى آثار. عمي نهبت البلد، فلشت البلد، هذا تاريخ وحاضر ومستقبل لجيالنا. ما موافق هاي كل التقارير، كل الدوائر الرسمية ما موافقة بتنظيم المدن. راح يفهمكم أستاذ حسنين. تفضل أستاذ حسنين. أول هاي المنطقة تل الذهب، أهل الكوفة كلها يعرفوها، هاي منطقة أثرية. أجوا بعثة ومجموعة من المختصين بآثار قال هاي مدينة كاملة جوا. هاي أولا. الثانية بالسند الطابو مال هاي المنطقة، هذا طريق عام، يعني لا أرض استثمار ولا أي شيء. هنا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي، حيث تفاعلوا مع ما قاله الناشط أبو زين العابدين على فيسبوك، ومنهم من علق وقال المحامي نصير واصف الجبور يقول باعوا الاستثمار، لا ساحة خضراء ولا آثار ولا منطقة حلوة ولا أكسجين، بقى يجيبون كوفيات ومطاعم تعبانة وإحنا بأسوأ حال، لابد من تغيير مدير الاستثمار. محمد يقول مع الأسف في باقي الدول يستغلوك منطقة أثرية للزوار الأجانب وتبقى معالم أثرية لمدينة الكوفة. السيد مازن يقول يقولون بأن الكوفة منكوبة، ونقول هي منهوبة وبوضح النهار، لقد طمسوا معالم الكوفة بتجريف بساتينها وقتلوا أطفالها عندما تركوا المياه المسرطنة تجري في نهرها وهلم جرة. أبو حيدر علي يقول ماكو هيش حكومة بالعالم كله، المواطن محروق قلبه على بلده والحكومة أبرد من الثلج، وين راح توصلونا؟ كافي والله بزعة رواحنا. نعم، معنا اتصال أبو علي من لندن. أبو علي، يعني هذه المساحات الشاسعة في العراق، لماذا يتم التجاوز على مناطق أثرية لبناء مجمعات سكنية؟ يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أنا طبعا من زمان أنا حذرت أهل النجف، أكو أهل النجف يعرفون أكو منطقة البراكية يسموها خلف البراكية. الحشد جتنا معلومات، الحشد وحزب الله الإرهابي زين دافنين أطنان من الأسلحة ذاك المكان، أطنان من الأسلحة بأمر من الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي. هذولا أستاذ عمر، هذولا ينفذون أوامر إيران. هذولا كل ما هنالك ناس ميليشيات
تابعة إيران، يعني ما لهم علاقة. زي تسأل أخي يعني يعلق يقول الحكومة بكل برودة تعامل، نعم ها، والشعب أخي ذولا مو حكومة، ذولا عصابات، هم جايين ينهبوك ويقتلوك ويسرقوك لصالح إيران. زين ذولا مو حكومة. تفضل. نعم أنا سألتك يعني هذه المساحات الشاسعة يعوفوها ويجون على هذه المناطق الأثرية، يعني هل الأمر متعمد لو نعم مثلا المنطقة قريبة على المنطقة السكنية؟ نعم، هم مي يريدون يخلون شيء أثري بالعراق، مي يخلون شيء فد معلم بالعراق، يعني قد ما يقدرون ينهون المعالم في العراق وينهون الآثار في العراق. هذا اتفاق مع إيران، يعني إيران تقولهم هدوا مش قد ما تقدرون. هسا أكثر من 1200 مصنع، 1200 معمل بالعراق هدموه، زين حرقوا المزارع، المعامل، كل شيء، يعني هم جايين لخراب البلد. أنا دائما أقول هؤلاء عصابات، مجرمين، عملاء خونة لإيران. أنا أشكرك أبو علي من لندن كان معنا. نذهب إلى الهاشتاج أعزائي المشاهدين. خريجو الكليات، كليات العلوم يطالبون مجلس الخدمة بعدم المماطلة والتسويف في إطلاق استمارة التعيين من خلال وسم المجلس يعرقل استمارة علوميين، معتبرين بأن المماطلة التي ينتهجها هو أحد أبواب الفساد كما يقولون لسرقة الأموال المخصصة للدرجات الوظيفية. دعونا نتابع بعض هذه التغريدات تحت هذا الوسم. علي كاظم القريشي غرد وقال: هل سيكرر مجلس الخدمة مأساة العام مع العلوميين بتأخير مباشراتهم لنهاية العام ويبقون بدون رواتب وتعاد المشكلة؟ يقول يجب الإسراع بالإجراءات هو الحل. نورة تقول: ها مجلس الخدمة شو منتظرين؟ ليش ما تطلقون الاستمارة؟ تقول: درجات وظيفية وعدكم، تخصص وعدكم، بعد شكو. أما عباس فقال: يستمر إجحاف العلوميين من قبل مؤسسات الدولة التي تدعي بالنزاهة والعدالة وتطبيق القانون. مصطفى يقول: مجلس الخدمة خارج نطاق الخدمة. نعم. نذهب إلى أنت ترى، ردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين الفضائية مقطع مصور لمواطنين من بابل يشتكون من التقصير والإهمال الحكومي في عمل الكورنيش المراد القيام به على ضفاف نهر الفرات. يقولون: منذ 3 سنوات يعاني المشروع من التلكؤ حتى بات مكبا للنفايات. فلنتابع هذا المقطع. نطلب من المسؤولين خلي ينتبهون هذا الفرات، هذا حتى بالقرآن هو مذكور، بس شوف الأنقاض مالته، شوف الأوساخ، يعني ما يقدرون يسوون حملة قبل الزيارة الأربعينية ويشيلون هاي الأنقاض، يشيلون هاي الفضلات. وهاي الأنقاض صار لها سنتين، مو اليوم والبارحة، سنتين فلشوا المواكب، فلشوا المحلات اللي كانت على أساس تجاوز وقالوا أكو مشروع. لا هم اللي مخلين أهل المواكب ومحافظين على 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 المجرى، ولا هم الجايين مسوين المشروع. هذا الطريق، هذا الطريق يفوت عليه لا يقل عن 5 مليون زائر بالسنة، الطريق الرئيسي المؤدي إلى كربلاء الحسين. هذا طريق الحسين، هذا نهر الفرات، حتى الله بالقرآن ذكره. ليش كورنيش وكورنيش؟ فلشتوا مواكب الحسين، خليتوا العالم مهجولة، زبايل صارت بالشط، وضعية كثيفة تعبانة، ناس أجانب دا تجي، ناس من خارج القطور دا الطب. إيش وقت تحسون؟ ما شبعتوا، ما مليتوا، مو فشلة، مو كافي، مو عيب. طبعا كما هو معروف بأن ضفاف الأنهر في العراق تعاني من يعني النفايات التي تنتشر إن كان في نهري دجلة أو الفرات. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول العديد من الملفات، منها حرب التسريبات وكذلك سوء الخدمات كما يتحدث عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، وعرضنا مقطع لأحد النشطاء في النجف وهو يتحدث عن التجاوز على منطقة أثرية في الكوفة لمستثمر سوف يقوم ببناء مجمع سكني دون استحصال الموافقات
القانونية. نلقاكم غدا إن شاء الله وفي حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، في أمان الله.